السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي جزء، كان عندي ذهب يعني، وميعاد إخراج الزكاة بتاعه اليومين دول، كويس. وجاني من 4 شهور يعني إيه هبة من والدي، مثلا 100 جرام ذهب، هل أخرج عنه؟ إيه؟ ممكن تنتظري بالمئة جرام ذهب إلى مرور سنة. واضح؟ واضح. الله يكرمك. يعني اخذ 100 جرام بعد سنة، لكن اخرج على اللي ميعاده جه. اي نعم، بس السنة من يوم ما استلمتيها. تمام. الله يكرمك. جزاكم الله خير. أيوة.